الفاكتوريا الرابع بعنوان Prevention of Gastroenteritis. اول حاجه عندنا General Preventive Measure وSpecific Preventive Measure. الGeneral Preventive Measure دي اول حاجه Sanitation of the Environment وHealth Education والكلام ده كله انتوا فاكرينه، هي السكيمه الاساسيه. Sanitation of the Environment دي بتضمن ايه؟ Safe Water Supply, Sanitary Waste Disposal, Fly Control، مفيش حاجه هنا تحفظ. طيب الهيلث ايدوكيشن، انا بعمل بعلم الهيلث ايدوكيشن لمين؟ للمزرس، للامهات، للبيرسونال نيرسز اللي هم الممرضات بتوع الاطفال، للحضانات، للبيدياتريك سيرفيسز بروفايدر، الناس اللي بتقدم خدمات صحيه للاطفال، والفود هاندلر، الناس اللي بتعمل الاكل. تمام، اديكوا نورشمنت اوف انفانت اند يانج تشيلدرن، يعني انا بعمل لهم ايه؟ بروبر بريست فيدنج وبروبر ويننج. يعني ما اجيش اعمل لهم فطام مثلا عند سنه سنه، لا اخليهم لحد سنه ونص، سنه ونص مثلا ولا حاجه. تمام، ده اقل حاجه يعني. طيب سبلمنتيشن اوف دايت، بديهم مكملات غذائيه، وكمان نيوتريشن ايدوكيشن فور مذرز، بعلمهم ازاي ياكلوا اطفال بطريقه صح او يديهم الحاجات المغذيه يعني. طيب بريفنشن اند كنترول سيستميك انفيكشن. تمام، نيجي على سبيسيفيك بريفنشن. سبيسيفيك بريفنشن بتاعي ان انا بدي فاكسين. طيب انا عندي حاجه اسمها روتا فايروس فاكسين، بدايه كده بقول لك ان الروتا فايروس ده هو ده من ضمن ريدنج كوز اوف سيفير جاسترو انترايتس اللي فيها فوميتنج اند سيفير داريه في الاطفال. تمام تمام، عشان كده بعمل له فاكسين. طب انا عندي نوعين، عندي اصدارين يعني من شركتين مختلفين مثلا، اللي هو اسمه واحد اسمه روتاتيج وواحد اسمه روتاريكس. تمام تمام، طيب نوع الفيروس هنا ايه؟ لايف اتنويت فاكسين. يبقى روتا فايروس لايف اتنويت فاكسين. وبيتاخد ايه؟ ازاي بتاخد اورلي؟ ما هو روتا فايروس يعني ليه دايريه والكلام ده كله ليه علاقه بالجي اي تي، يبقى تاخد اورلي. تمام طيب، التارجت جروب قال لك ايه؟ قال لك ان انا عندي روتاريكس ده سوري الروتا تيج ده اللي هو ايه، بدي 3 دوزز في خلال ايه 2 4 6 مانس. يبقى روتاتيج 3 دوز 2 4 6 مانس، والروتاريكس دي بديه 2 دوزز 2 4 بس. تمام تمام، لازم اعرف الفرق ده بينهم. الدوز بقى بيقول لك ان فيرست دوز لازم اديها قبل سن 15 ويك، والاخر واخر دوز او لاست دوز لازم اديها في خلال 8 مانس. تمام طيب، البروتكشن فاليو بقى مش مهمه قوي، بس تعرفوا ان 74 اجينست اني روتا فايروس ديز، و98 اجينست سيفير جاسترو انترايتس اللي بيسببها الروتا فايروس. تمام طيب، يبقى 74 اجينست اني روتا فايروس ديز، و98 جنس الايه الروتا فايروس جاستروانترايتس. تمام طيب، الكنترول ازاي اعمل كنترول؟ ان انا الاقي الكيس الاول، يعني اعمل لها كيس فايندنج وتريتمنت عن طريق ريهايدريشن. طيب انا عندي انترناشونال دبليو اتش او كنترول اوف دايليسيس، بتعمل ايه الدبليو اتش او عشان تكنترول دايليسيس؟ اول حاجه عندي حاجه اسمها جوبي تريبل اف كونسبت. تمام، وتاني حاجه اسمها سي دي دي بروجرام، هناخدهم بالترتيب دلوقتي. الجوبي تريبل اف كونسبت ده اختصار، كل حرف هنا اختصار لكلمه. اول حاجه ان جي اختصار ليه الجروس مونيتورنج، يعني انا بلاقي بنوم الاطفال دول، والاو اورال هيدريشن ثيرابي، بشوف الايه المحلول الجفاف ده وفره في كل الاماكن. تمام يونيفرسالي. تمام، البي بقى اللي هو البريست فيدنج، اتاكد ان يعني اتاكد ان الامهات بترضع الاطفال، والايميونايزيشن اجينست ميسز. والتريبل اف ده يعني ايه؟ فاميلي سبيسنج. وتاني حاجه في ميل ايديوكيشن، بعلم الام ازاي تربي طفلها وتاكله صح يعني. اخر حاجه خالص هو الفود سبلمنتيشن، المكملات الغذائيه. طيب السي دي دي بروجرام بقى بيقول لك سي دي بروجرام ده اختصار لايه؟ للكنترول اوف دايريال ديزيز. بيقول لك ان ده بروجرام كده بيتطبق في حوالي 75 دوله، والاختصار اسمه كنترول اوف دايريال ديزيز. انكلود ايه؟ انكلود اول حاجه بعملها اني انا بعمل يونيفرسال افيلابيلتي اوف اورال ريهايدريشن ثيرابي. اورال ريهايدريشن ثيرابي ده بوفر محلول الجفاف في كل مكان في العالم. تمام، تاني حاجه بريفنشن اوف ديهايدريشن، بمنع الجفاف بمنع حدوثه. بيزك بريفنتيف ميجرز، بيزك بريفنتيف ميجرز تحتيها اربع عناوين. اول حاجه امبروف نيوتريشن وهناخدها دلوقتي بالتفصيل، ويوز اوف ووترز او يوز اوف سيف ووتر، ميه نظيفه يعني ما فيهاش اي حاجه تؤدي لحدوث ذريه. جود بيرسونال اند دوميستيك هايجين، والميسلز ايمينايزيشن. اول حاجه امبروف نيوتريشن. امبروف نيوتريشن ده ايه؟ انا بعمل حاجه اسمها اكسكلوز بريست فيدنج فور ذا فيرست 4 6 مانس اوف لايف، يعني لازم يبقى في اكسكلوز بريست فيدنج في خلال اول من 4 6 مانس، وبارش اللي بقى اتليست 1 يير. تمام طيب، اليوز اوف سيف ووتر ما احنا عارفين الكلام اللي تحتيها، وجود بيرسونال دوميستيك هايجين مفيش حاجه مهمه هنا، وكمان ميسلز ايمينايزيشن. تمام، الاورال ريهايدريشن ثيرابي بقى بيقول لك ان ده الموست افكتيف وليست اكسبنسيف، اكتر حاجه فعاله واقل حاجه تكلفه في تو مانج الدايريال ديهايدريشن، الجفاف الناتج عن دري. الاورال ريهايدريشن سوليوشن درينك بريبيرد ازاي بيتعملوا؟ باختصار كده ان احنا بنجيب الايه الكونتنت اللي موجود في العلبه ده ونفضيه في كلين كونتينر. تمام، ونحط عليه ميه بويلد بيفور، يعني مغليه قبل كده مره. تمام تمام، بيقول لك بقى ايه معلومات كده لازم تعرفها، ان انت ما دونت اد الكونتنت ديت لملك لا للحليب، ولا ما تحطوش الرضع بتاع الطفل يعني، ولا تحطه صوب ولا تحطه على صوب، ولا على عصير اللي هو الفروت جوس، ولا تحطه على سوفت ايه درينكس اللي هي المشروبات الغازيه، وما تحطش عليه سكر، يعني ما تبتديش فيه، هو عباره عن كونتنت بتحطها في شويه ميه وخلاص. تمام، ويندو اديشن از نوت سيفير. السوليوشن ده بيكون من ايه؟ 20 جرام جلوكوز، 3.5 صوديوم كلورايد، و2.5 صوديوم بايكربونات. بتحطها على بتضيفهم على لتر ميه وتشربها للطفل. تمام، بيقول لك ابروكسيميتلي حوالي 200 مللي لكل كيلو جرام شوت بي جيفن وذن ذا فيرست 24 اور. تمام،
الشيجلوزس او الباسيلر ريزنتري بيقول لك ان ده عباره عن ايه، عباره عن اكيوت انفكشوس فود بورن ديزيز بتعمله بكتيريا، ماشي. يبقى الشيجله دي بكتيريا، تمام. كاركترايز باي ايه، باي انفلاميشن موجوده في اللارج انتستين كوست ايجنت ما هو الشيجله، تمام. المود اوف ترانسميشن فيكو اورال او ان هو كان فود اكل مش نظيف، لو فود بورن انفكشن عن طريق انكشن اوف كونتامينيتد فود او ووتر. طيب الانكيبيشن بيريد بتاعتي من يوم لحد اسبوع. بعد كده هاخد ايه الكلاسيفيكيشن، الكلينيكال بيكشر. عندي مايلد فورم من شيجيلا، من شيجيلوز، واكيوت فورم، وكمان سيفير فالنت فورم. انا مش عارفه في ايه في الجو بجد، امي رشت بايرسول فمش عارفه اخد نفسي. مايلد فورم اللي هو ايه، مي باس ان نوتس، مفيش اي اعراض. لكن الاكيوت فورم يبقى عندي صدمه فيفر، وفي فوميتنج، وفي ديزنتري، وتنزمه اسمه مهم قوي، وسكويزنج بين، وفريكوينت لوز بلاد، وباس ميوكس، ولور ابدومن، والديزيز. اهم حاجه لازم تعرفوها، الديزيز بيكون سيلف ليميتد، تمام. طيب سيفير فالمنت فورم ده لازم تحفظوه كويس، 2 دي ديزنتري ودي هايدريشن، تمام. وممكن الديزيز ممكن يكون فيتال، وكمان عندي سيستميك مانيفيستاشن، واخر حاجه بيبقى عندي كومبليكيشن بسبب اكزوتوكسين اند توكسيميا، تمام. يبقى انتوا احفظوا السيفير فالمنت فورم، احفظوا الاعراض بتاعتها اللي هي ديزنتري ودي هايدريشن، وان هو ممكن يكون فيتال وعندي سيفير مانيفيستاشن، وممكن يكون عندي كومبليكيشن بسبب الاكزوتوكسين والتوكسيميا. تحفظوا دول كويس قوي، وتعرفوا ان المايلد فورم مي باس ان نوتسد بدون اي اعراض، والاكيوت فورم بالشبه كده يعني هتعرفوها، سكويزنج بين وتنزمس والكلام ده. لازم تحفظوا الجدول ده كويس، ده ما فيش في اي حاجه جديده. وكمان الصفحه دي ما فيهاش اي حاجه جديده غير اني في الكنترول بتاع كل الكلام ده انتوا خدتوا دي السكيمه الاساسيه بتاعه المحاضرات اللي هي 5 و6، تمام. المعلومه لازم تعرفوها هنا، ان في الكونتاكت بيقول لك ان الناس اللي هم فود هاندلرز دولت ما ينفعش ارجعهم للشغل قبل ما اخد منهم ستول كالتشر وستول واعمل لها كالتشر ويطلع عندي 3 نيجاتيف كالتشرز، تمام. بس خلاص كده.